نتكلم عن منهج الأزهر وعقيدته المذهب الأشعري، لأن الأزهر هو اللي بيطلع علماء الأوقاف اللي بيعينوا في المساجد اللي بيعلمون الدين، والأزهر هو اللي بيطلع الأساتذة اللي بيعلموا طلاب الدين في المعاهد الدينية. فلذلك نشوف بتاريخ 23/2/2017، يعني السنة دي الشهر اللي فات ده من حوالي كام يوم، الدكتور الطيب على قناة العربية أدلى بالتصريح ده: الأزهر يتمسك بالمذهب الأشعري، لأن هذا المذهب انعكاس صادق أمين لما كان عليه النبي وصحابته وتابعوهم. وما فعله الأشعري هو صياغة مذهب عقائدي ينصر فيه القرآن والسنة بدلالة العقول. هو الإمام الشيخ الأزهر الشيخ محمد الطيب بيقول كده، بيقول إن إحنا بنتبع راجل اسمه الأشعري. الأشعري دوت ما جابش حاجة من عنده، بيقول جاب اللي كان عليه الرسول وكان عليه الصحابة وكان عليه التابعين. زي ما انتم شايفين في مشكلة رهيبة جدا في القضية هنا. رقم واحد إن هو سوى بين النبي وبين الرسول وبين التابعين كأنهم مشرعين، وما فيش مشرع غير الله سبحانه وتعالى ثم الرسول صلى الله عليه وآله ثم أهل البيت، لا الصحابة ولا التابعين مشرعين. وإذا كانوا هم نقلة الوحي فهم ودونا في داهية، لأن هم نقلة الوحي. وأنا النهاردة جايب لكم المفاجأة الكبرى، كل ما نكلم واحد سلفي وهابي نقول له يقولوا علينا إن إحنا بنقع في الصحابة عشان نوقع الدين. لا، الصحابة هم اللي وقعوا الدين يا حبيبي، وأنا هوريك إزاي ضيعوا السنة وضيعوا القرآن كمان عشان ما تضحكوش علينا بقى والأمور اتضحت. لكن مبدئي مبدأ القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا لم يكن عندي حجة قوية ما بجيبهاش. النهاردة جايب لكم حجة قوية أنكر مذهبكم ده. المهم الشيخ الأزهر بيقول إن الأشعري بينصر القرآن والسنة بدلالات العقول، وجاب بقى كلام الإمام البيهقي وابن عساكر بيمدحوا في الأشعري. يعني أقصد أقول إن العقيدة عند علماء الأزهر تبع لواحد شخص إنسان اسمه الأشعري. فقالوا عليه إن الأشعري ده لم يحدث في دين الله حدث ولا حاجة، ولم يأتي فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيان. والدكتور أحمد كريمة قال إن المذهب الأشعري ليس مذهبا فقهيا بل هو مذهب عقائدي، يعني بأمور العقائد الإيمانية، وهو يقابل مذهب المعتزلة. الكلام للشيخ كريمة، يقابل قدام المعتزلة وقدام المرجئة وقدام السلفية. وقعد يمدح في المذهب، بيقول إن المذهب ده يتميز بالجمع بين النقل والعقل، وإن اللي أسس المذهب ده أبو الحسن الأشعري. ومن علماء المذهب ده النووي وابن حجر العسقلاني والقرطبي والرازي والسيوطي والحاكم والبيهقي والخطابي وابن عساكر والخطيب البغدادي والعز بن عبد السلام وابن الحجر الهيثمي. ده الكلام بتاع الناس العلماء اللي انتوا عارفينهم في الأزهر. طبعا في ملاحظات خطيرة جدا. يبدو أن الأزهر منهجه على ما هو متضح التقليد في العقيدة. يعني قلنا بيقلد الشافعي في الفقه، ماشي، يقلد أبو حنيفة ومالك في الفقه ماشي، أو بيقلد على مزاجه، لكن حتى في العقيدة بيقلد فيها الأشخاص. أنا مش فاهم إزاي مذهب منهج زي مدرسة إسلامية بقامة وقيمة الأزهر تتبع حتى هذه اللحظة واحد اسمه الأشعري.